بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن قد وصلنا إلى الحلقة أو السلسلة الثالثة في تمارين استطاعة تحويل الطاقة، ونمر إلى أوظف معارفي في الصفحة 71-72، وبدون إطالة مع الوضعية رقم 13، دلالة الأجهزة الكهربائية. إليك دلالات الجهازين الكهربائيين التاليين. إذن لدينا فرن ومصباح، مكتوب على المصباح 220V 75W، ومكتوب على الفرن 220V 3.5K W. واحد من خلال الدلالات، ما هي الدلالة التي لا تتغير بتغير الجهاز؟ ماذا تمثل هذه الدلالة؟ إذن رتبنا كذلك أجوبتنا في هذا الجدول، كتبنا الجهاز دلالته. فالجهاز الأول دلالته 75 واط، والجهاز الثاني دلالته 3.5 كيلو واط. الدلالة المشتركة بين الجهازين، إذن لدينا المصباح ولدينا الفرن الكهربائي. الدلالة المشتركة قلنا بين الجهازين والتي لا تتغير كما ذكر، ماذا تمثل؟ ما هي الدلالة التي لا تتغير وماذا تمثل؟ إذن الدلالة التي لا تتغير بتغير الجهاز هي 220 فولت، وهي الدلالة المشتركة بينهم. ماذا تمثل هذه الدلالة؟ هي التوتر الكهربائي الذي يشتغل به كل جهاز. وبما أن التوتر الذي نستعمله في المنازل هو توتر لنقل ثابتاً، فكل الأجهزة التي نستعملها مصممة على أن تشتغل بهذا التوتر، يعني تجدها كلها مكتوب عليها 220 فولت، وهو التوتر الذي توفره لنا الشركة في منازلنا، شركة سونالغاز. ماذا تمثل الدلالة الأخرى؟ إذن الدلالة الثانية 75 واط للمصباح و 3.5 كيلو واط للفرن الكهربائي تمثل استطاعة تحويل الجهاز للطاقة، أو سرعة تحويل الطاقة من طرف هذا الجهاز. ما هو الجهاز؟ ثم السؤال الذي يقول الرابع، ما هو الجهاز الذي يحمل أكبر دلالة؟ الجهاز الذي دلالته أكبر أكيد هو الفرن الكهربائي، لأن 3.5 هي من رتبة الكيلو، رتبة الكيلو واط، بمعنى إذا حولناها فهي 3500 واط، وبالتالي فهي أكبر من 75 واط. ما هو الجهاز الذي يحول طاقة أكبر، وما قيمتها في الثانية الواحدة؟ إذن أكيد أن الجهاز الذي يحول طاقة أكبر هو الذي استطاعته أكبر، وبالتالي فهو الفرن الكهربائي. ويقول ما هي قيمتها في الثانية الواحدة؟ إذن يمكننا حساب قيمة الطاقة المحولة في الثانية الواحدة. نعود إلى يعني لم نحسبها، لكن نستطيع أن نمر عليها الآن يعني بسهولة. إذن فالفرن الكهربائي دلالته 3500 واط، بمعنى أنه يحول 3500 جول خلال الثانية الواحدة، هذا معناه. إذن قال في السؤال ما هي قيمتها في الثانية الواحدة؟ إذن فهو يحول 3500 جول خلال الثانية الواحدة، هذا معنى الواط. وهذا يحول 75 جول خلال الثانية الواحدة. السؤال الذي يليه يقول
تحول الأجهزة السابقة الطاقة الكهربائية إلى أنماط أخرى. ما هي أنماط الطاقة التي يحولها كل جهاز؟ إذن فالمصباح له تحويل حراري، كما أن الفرن الكهربائي كذلك له تحويل حراري، والاثنان لهما تحويل إشعاعي. إذن كل منهما له تحويل كهربائي، تحويل حراري وتحويل إشعاعي. نمر إلى التمرين 14. يقول: يتوفر محل لتنظيف الملابس على سخان الماء الكهربائي. أولا، شكل السلسلة الوظيفية والطاقوية لهذا الجهاز. إذن نبدأ بالسلسلة الوظيفية للتركيبة. التركيبة مشكلة من 3 عناصر، هي المأخذ أو المولد والسخان والماء. فالمأخذ يمد أو يولد أو ينتج، والسخان حينما يأخذ الطاقة من المأخذ فإنه يسخن، والماء حينما يأخذ الطاقة من السخان كذلك يسخن. نمر الآن إلى أنماط التحويل. المأخذ يغذي السخان، والسخان يغذي يسخن الماء معذرته. نمر إلى سلسلة الطاقوية، يعني نترجم أو ننمذج السلسلة الوظيفية إلى سلسلة طاقوية. نفس المكونات، هنا المأخذ به طاقة داخلية أو يخزن طاقة داخلية، يغذي تحويل كهربائي، السخان يخزن طاقة داخلية ويقوم بتحويل حراري ليسخن الماء. ثم بعد ذلك يقول: إن استطاعة التحويل لهذا الجهاز تساوي 3 كيلو وات. أحسب الطاقة الكهربائية المحولة لهذا الجهاز لمدة زمنية قدرها 25 دقيقة. نعم، إذا الطاقة التي يحولها الجهاز خلال 25 دقيقة، نتذكر العلاقة، الطاقة تساوي استطاعة التحويل في زمن التحويل. هنا حولنا الزمن من الدقائق إلى الساعات، يعني نقسم 25 دقيقة على 60 يساوي 0.41، وبالتالي نحسب الطاقة مباشرة بالكيلو واط ساعي. E تساوي 3 كيلو واط مضروبة في 0.41، نجد قيمة الطاقة المحولة تساوي 1.25 كيلو واط ساعي. أي هذا الجهاز خلال 25 دقيقة يحول طاقة قدرها 1.25 كيلو واط ساعي. نمر إلى الوضعية الموالية. كيف أختار المصباح؟ في المتجر احتارت أم أحمد بين المصابيح، الأول يحمل الدلالة 75 واط والثاني يحمل الدلالة 100 واط، فرأت أن تستشير أحمد الذي كان يرافقها. واحد، ماذا تمثل هذه الدلالات؟ أي من المصباحين يعطي إنارة أشد؟ إذن صممنا كذلك إجابتنا في هذا الجدول. المصباح دلالته معناها المصباح الأشد إنارة، المصباح الأقل استهلاك. إذن لدينا المصباح الأول والمصباح الثاني. الآن دلالة كل مصباح. المصباح الأول دلالته 75 واط، والمصباح الثاني دلالته 100 واط، معناها استطاعة التحويل أو تحويل المصباح للطاقة، استطاعة كل مصباح لتحويل الطاقة. أكيد أن المصباح الأشد إنارة هو الذي استطاعته أكبر. المصباح الأقل استهلاكا للطاقة أكيد هو الذي استطاعته أقل. الآن السؤال الذي يليه: ما هي بعد 4 ساعات متوالية من تشغيل كمية الطاقة التي يستهلكها المصباح الأول مقدرة بالجول ثم بالواط ساعي؟ إذن الزمن المعطى هو 4 ساعات زمن تشغيل. المصباح استطاعته بي تساوي 75 واط، وتكلم عن المصباح الأول فقط. سنحسب الطاقة التي يحولها خلال 4 ساعات مقدرة بالجول ثم بالواط ساعي. إذا الطاقة تساوي استطاعة في زمن تشغيل، استطاعة تحويل زمن تشغيل بالجول ثم بالواط ساعي. إذا بالجول E يساوي 75 في 4 في 3600، يعني يشترط علينا أن نحول الزمن إلى الثواني لكي نجد الطاقة بالجول. E تساوي هنا، هذه هي قيمتها بالجول.
أي 1,080,000 جول، ثم مقدرة بالواط ساعي، وهنا لا نقوم بالتحويل، يعني مباشرة E يساوي 75 في 4 ونجد القيمة بالواط ساعي، E تساوي 300 واط ساعي. إذا نمر إلى التمرين 16، المصابيح الفلورية. للإضاءة يمكن استعمال مصابيح التوهج أو المصابيح الفلورية، أي المصابيح الاقتصادية. مصباح فلوري استطاعته 15 أو مكتوب عليه 15 دبليو في، يعطي نفس الإضاءة لمصباح توهج مكتوب عليه 100 دبليو في، يعني مصباح استطاعته 15 واط يعادل في إضاءته مصباح استطاعة تحويله 100 واط. إذا كان سعر كيلو واط ساعي هو 3 دينار، ما هو المبلغ الذي يمكن اقتصاده خلال ساعة إذا استبدلنا مصباح التوهج بمصباح فلوري؟ إذن نعالج الجزء الأول ثم ننتقل إلى الجزء الثاني. إذن فهذه هي الإجابة مصممة في هذا الجدول. لدينا المصباح الأول التوهجي والفلوري. استطاعة تحويل المصباح الأول 100 واط، المصباح الفلوري 15 واط. سعر الوحدة لدينا 3 دينار للكيلو واط ساعي. الآن لنرى الطاقة المحولة خلال ساعة. E يساوي P ضرب T. الاستطاعة المحولة خلال ساعة من طرف المصباح التوهجي هي E تساوي 0 فاصل. هنا حولنا قيمة الاستطاعة من الواط إلى الكيلو واط، يعني نقسم على 1000 تساوي 0.1 مضروب في 1 ساعة. هنا قيمة الاستطاعة، معذرة، الطاقة المحولة من طرف المصباح التوهجي خلال ساعة هي 0.1 كيلو واط ساعي. المصباح الثاني نفس الطريقة تكون 0.015 كيلو واط ساعي. لاحظ فرق كبير جدا بين المصباحين. الآن تكلفة كل مصباح خلال الساعة. S يساوي، هنا من المفروض نكتب العلاقة أولا، نعم S يعني المبلغ يساوي الطاقة المحولة في سعر الوحدة PE. نحسب الطاقة التي يحولها المصباح الأول، ثم الطاقة التي يحول تكلفة المصباح خلال ساعة، المصباح التوهجي والمصباح الفلوري. يعني حينما ضربنا هذا المقدار وجدنا هذا الناتج، يعني 0.1 في 3 دينار يعطي لنا 0.225، والمصباح الثاني 0.015 في 3 يعطينا 0.045 دينار. الآن ما هو، لاحظ، إذا كان سعر الكيلووات ساعي هو 3 دينار، ما هو المبلغ الذي يمكن اقتصاده خلال ساعة إذا استبدلنا مصباح التوهج بمصباح فلوري؟ إذن هذه كلفة المصباح الفلوري، وهذه كلفة المصباح التوهجي. إذن لنحسب الفرق هو المبلغ المقتصد. إذن حينما نستعمل المصباح الفلوري فإننا نقتصد هذا المبلغ. المبلغ المقتصد خلال شهرين، يعني الفارق الذي وجدناه نضربه في 60 فنجد الفرق. مع أنه لماذا ضربنا في 10 هنا؟ يلاحظ أحد يقول لي أن الفرق وجدناه يساوي 0.225. الفرق وجدناه يساوي 0.225، هذا الفرق لساعة. ضربنا في 3 ثم في 60، نوضح، قلنا كلفة المصباح التوهجي تساوي خلال ساعة واحدة 0.3 دينار، كلفة المصباح الفلوري خلال ساعة واحدة تساوي 0.045 دينار. الفرق المقتصد ماذا فعلنا؟ نقوم بإيجاد الفرق بين كلفة المصباح التوهجي وكلفة المصباح الفلوري خلال ساعة، بمعنى نطرح هذا المقدار من هذا المقدار نجد هذا هو الفرق. إذن الفرق يساوي 0.225. إذن فهذا هو المبلغ الذي نقتصده خلال ساعة واحدة. الآن
إذا كان عندنا مسكن به 10 مصابيح تشتغل لمدة 3 ساعات يومياً، ما هو المبلغ الذي يمكن اقتصاده عند استعمال المصابيح الفلورية خلال 2 شهر؟ إذن هنا ماذا نفعل؟ المبلغ الذي اقتصدناه وهو 0.225 نضربه في 3 ساعات، لأن المصابيح ستشغل 3 ساعات، في 60 يوم التي هي 2 شهر، في 10 مصابيح، عدد المصابيح، فنجد أن المبلغ المقتصد خلال 2 شهر هو 405 دينار جزائري. إذا نمر إلى توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح. في محطة توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح تم تركيب 84 عمود، كل واحد منها له استطاعة تحويل كهربائية قدرها 600 كيلو واط، مع العلم أن المحطة تشتغل 5000 ساعة خلال السنة. واحد، ما هي استطاعة تحويل الطاقة في المحطة بالكامل؟ إذا نجيب على السؤال الأول، نرى ما هو عدد الأعمدة المعطى 84 عمود، واستطاعة تحويله العمود الواحد، قال استطاعة تحويله أين هي؟ تم تركيب 84 كل واحد منها، كل واحد منها بمعنى كل واحد من هذه 84 وليس 80، صحيح؟ إذا قلنا إذا كان العمود الواحد استطاعة تحويله هي 600 كيلووات ساعي، ف 84 ستكون 600 تكون 84 ضعف، يعني 600 كيلووات مضروبة في 84 نجد هذا الناتج هو 50400 كيلووات. هذه هي استطاعة تحويل مجموع الأعمدة الموجودة في هذه المحطة. ما هي استطاعة تحويل الطاقة في المحطة بالكامل؟ ب، ما مقدار الطاقة الكهربائية التي تنتج هذه المحطة؟ إذن هنا زمن تشغيل خلال السنة هو 5000 ساعة كما ورد في الوضعية. الطاقة المنتجة خلال السنة، نكتب قانون حساب الطاقة E يساوي P ضرب T، ثم نطبق، يعني المقدار الذي لدينا هو 50400 كيلو واط، وهي استطاعة 84 عمود، نضربها في عدد الساعات التي يشتغلها خلال السنة في 5000، نجد الناتج E يساوي 252 مليون كيلو واط ساعي. إذن هذا قيمة الطاقة التي تنتجها هذه المحطة خلال السنة. قال إذا كانت الجزائر تحتاج إلى طاقة كهربائية قدرها 19.6 مليار كيلو واط ساعي، كم عمودا يجب تركيبه؟ يعني هنا مسألة عددية رياضية بحتة. قيمة الطاقة المستهدفة نكتبها هنا بالكيلو واط ساعي مباشرة، حولنا يعني المليارات إلى كيلو واط، 19.6 بمعنى 19 مليار و 600 مليون كيلو واط ساعي. إذن نحسب يعني بالعلاقة الثلاثية عدد الأعمدة اللازمة لها، يعني ما دام 84 عمود خلال سنة أعطتنا 252 مليون كيلو واط ساعي، ف 19 مليار و 600 مليون تحتاج إلى عدد أكبر من الأعمدة. إذا طبقنا الطريقة الثلاثية، أن تساوي 19 مليار و 600 مليون مضروبة في 252 مليون على 84، نجد عدد الأعمدة الذي هو أن يساوي 58500 عمود. نمر إلى تمرين التكملة، يقول ما هي استطاعة تحويل خلاص، ما مقدار إذا كانت الجزائر خلاص. نمر إلى المطلب، بلادنا لا تعتمد فقط على طاقة الرياح لتنتج الطاقة الكهربائية التي تستهلكها، بل تعتمد على مصادر أخرى للطاقة ومنها الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية التي تستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية أي الخلايا الكهروضوئية، وللتسخين تستعمل الألواح الشمسية. ألف شكل سلسلة طاقوية لكل استخدام من استخدامات الطاقة الشمسية، مبين نوع التحويل الطاقوي في كل حالة. إذن هنا الشمس
تسخن الألواح الشمسية مباشرة، تحويل يعني مباشر. مخطط سلسلة طاقوية، تحويل حراري. الشمس تخزن طاقة داخلية، الألواح كذلك تخزن طاقة داخلية. استخدام طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء أو لإنتاج الطاقة الكهربائية، لدينا الشمس وخلايا الشمسية والخلايا الكهروضوئية ثم إلى البطارية. إذن هنا التحويل من الشمس إلى الألواح الشمسية أو الخلايا الكهروضوئية هو تحويل إشعاعي وحراري. ركزنا على التحويل الإشعاعي. ومن الخلايا الكهروضوئية إلى البطاريات وتحويل كهربائي لتخزين الكهرباء. إذن الطاقة الداخلية أو الطاقة المخزنة في الشمسية طاقة داخلية، في الألواح الشمسية كذلك هي خلايا هي طاقة داخلية، وفي البطارية أيضا طاقة داخلية. نمر إلى السؤال الذي يليه. قال في محطة كذا، أحسب قيمة فاتورة الكهرباء بعد استخدام الأجهزة التالية، علما أن ثمن الكيلووات ساعي الواحد يقدر ب 5 دينار، مجفف الشعر 4400 واط مرتين أسبوعين لمدة ساعة ونصف، المكواة 1200 واط مرتين أسبوعين لمدة نصف ساعة، مسخن الماء الشمسي 3000 واط يوميا لمدة ساعتين. إذن حساب قيمة فاتورة الكهرباء، لدينا الجهاز واستطاعة تحويله، زمن تشغيله، مجفف الشعر استطاعة تحويله، المكواة، مسخن الماء، مجفف الشعر 400 واط، المكواة 1200 واط، ومسخن الماء 3000 واط. زمن تشغيل يعني ما دام يشتغل مجفف الشعر لمدة ساعة ونصف وبمعدل مرتين في الأسبوع، فخلال فصل يعني خلال ثلاثي سيكون زمن التشغيل هو 39 ساعة. إذن يعني لدينا في كل شهر 4 أسابيع فاصل، مجموع الأسابيع خلال 3 أشهر هو 13 أسبوع مضروبة في 3 ساعات تعطينا 39 ساعة. نفس الطريقة للمكواة نجد 13 ساعة، ومسخن الماء نجد 180 ساعة، هذا خلال ثلاثي يعني خلال فصل. الطاقة المحولة نطبق العلاقة E يساوي P ضرب T، وتطبيق مباشر هنا E تساوي 439، E تساوي 1200 في 13، و E تساوي 3180. إذن يكون الناتج بالكيلووات ساعي، نحول هنا في الناتج الأول يكون بالواط ساعي، حولنا إلى الكيلووات نجد 15.6 كيلووات ساعي، و 15.6 كيلووات ساعي كذلك لأنه الجداء يعطينا نفس الناتج، والمقدار الثالث 540 كيلووات ساعي. إذن الطاقة المحولة الإجمالية نجمع المقادير، E يساوي 571.2 كيلووات ساعي، نبحث عن الكلفة ب S يساوي يعني المبلغ يساوي الطاقة المحولة في سعر الوحدة، ونطبق 571.2 مضروبة في 5 دينار التي أعطيت، نجد 2856 دينار. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.